السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في النشرة المحلية من تلفزيون الأجواء. بداية بالشأن الأمني، أمن ولاية عين تيمشنت يضع مخططا أمنيا بشواطئ البحر حفاظا على سلامة المصطفين وممتلكاتهم وسهرا لراحتهم. باقي التفاصيل في ميكروفون بومدين بارودي. طلع أمن ولاية عين تيمشنت مخططا أمنيا خاصا من أجل تأمين المصطفين القاصدين لشاطئ بنصاف التابع لإقليم اختصاص الأمن الوطني، وهذا تزامنا مع افتتاح موسم الاصطياف 2022، حيث تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذا المخطط، والذي تضمن أولا محور تأمين الشواطئ من خلال تفعيل 3 مراكز للشرطة والمراقبة المتواجدة بضد الشاطئ مع وضع تشكيل أمني خاص بهذه المهمة. ثانيا، تعزيز تواجد العوان المكلفين بتنظيم حركة المرور والدوريات على مستوى المحاور الرئيسية المؤدية من وإلى الشواطئ. ثالثا، محاربة كافة أشكال الإجرام، وهذا بتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة، كذا القيام بعمل شرطة ومداهمة لعكر الجريمة. رابعا، تنظيم عدة نشاطات توعوية تحسيسية حول الوقاية المرورية ومختلف آفات اجتماعية. أمنيا دائما أطاح عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية وهران بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات. التغطية لزميل شرقي يوسف. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، نفذت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران عملية نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لعناصرنا بتفكيك شبكة إجرامية منظمة مكونة من 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 و46 سنة، من بينهم 7 مسبوقين قضائيا تورطوا في قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات، كيف معالج نقلها، شحنها، تخزينها، تسليمها وتوزيعها باستحضار مركبات ذات محرك ضمن شبكة إجرامية منظمة. فبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل من تحرير أذون التفتيش وأذون تمديد الاختصاص، أسفرت العملية عن حجز ما قارب 30 كيلوغراما من الكيف المعالج، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 20,000 دينار جزائري، 16 هاتف نقال و4 مركبات كانت تستعمل في نقل وتوزيع تلك السموم، ليتم تحرير إجراء قضائي ضد السالف الذكر سيقدمون بموجبه أمام النيابة. وبولاية المغير احتج أمس 10 مواطنين أمام مقر بلدية أم الطيور تنديدا بما أسموه حجرة وتهميش، حيث أن المحتجين قد استفادوا بملكية مخصصة من الإعانة العمومية الموجهة للسكن الريفي، وهذا بعهدة رئيس البلدية السابق، ليتفاجأوا أن المجلس الشعب البلدي المنتخب بالعهدة الحالية قد ألغى استفادتهم بالملكية لانعدام الشروط القانونية. كاميرا قناة الأجواء نقلت انشغالات المواطنين لرئيس البلدية، الذي رد على أن قضية الإلغاء قانونية وليست انتقامية كما يعتبرها بعض المحتجين، وأن أبناء أم الطيور عنده سواسية. المراسلة للزميل جيدوم شريف. نشكر قناة الأجواء على كل حال اللي جاتنا هنا إلى بلدية أم الطيور. هنا رانا مواطنين نطالب ترجع الأراضي توعنا، الأراضي توعنا 7 و8 و9 شهداء، حي الشهداء 9، حي الشهداء 8، حي الشهداء 7 و6، نطالب الأراضي توعنا. غادينا نطالبوا بالحق نتاعنا في الأراضي اللي مدها لنا المير السابق. بخصوص الوقفة الاحتجاجية اليوم بلدية أم الطيور حول شهادات الملكية الموزعة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لأم الطيور السابق، كان في تعليم السيد والي ولايه الواد والغاء شهادات الملكيه خاصه بهالتخصيصات. الشهادات الملكيه هذه هي تعتبر كاجراء استثنائي، وهذا حسب تعليم رقم 121 تعليم السيد رئيس الحكومه، التي نجدها تنص على انه تمنح شهاده الملكيه من اجل الحصول على الاعانه الماليه من طرف الصندوق الوطني للسكن لكل شخص يملك قطعه ارض عدل السكن، وهذا ما لم يتوفر خصوص إجراء إصدار شهادات
المنضية من طرف السيد رئيس مجلس الشعب البلدي السابق، حيث أنه تم إصدار شهادات ملكية عن رئيس مجلس الشعب البلدي السابق بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من حيث عدم وجود محضر اختيار أرضية، عدم وجود رخصة تجزئة، وعدم وجود قرار إنشاء، وهذا منافي لقوانين قانون التعمير. احنا رانا اليوم رافقنا هذه المجموعه من الشباب المحتجين امام مقر بلديه مطيور، وسمعنا الاراء وسمعنا مطالبهم كهيئه كتنسيقيه المجتمع المدني، واتصلنا بالسيد رئيس مجلس الشعب البلدي وفتحنا الباب تاعو وقمنا معاه لقاء من اجل الوصول الى حل يرضي الجميع باذن الله تعالى. مطيور راها للجميع. ومن بلدية البوني ناشد سكان حي البركة الزرقاء وإسماعيل بوشارب وكل من مستعمري الطريق الولائي رقم 129 السلطات العمومية والمحلية للتحرك وإيجاد حلول عاجلة لإعادة تهيئة وتعديل محور الدوران المحاذي للطريق الوطني رقم 44 ووضع حد لمعاناة السكان ومستعمل الطريق على حد سواء. لمزيد من التفاصيل في تقرير عبد القادر مرزوق. حتى على الواحد التوجيهية ما يشبطت في المكان تاعها بالضبط، نطلب من السلطات انها تتدخل هنا وتعاود التوجيه للواحات. اسماعيل بوشارب، نعيش مأساة في هذا الطريق، دائما داخل وخارج الرمبو هذه تعود زياد، مشكل كبير. الناس اللي يجوا عن طريق بالرحال ولا اللي يجوا على النبي باش يدخلوا للمنطقه نتاعنا، ما تنسوش انا هذه الرمبو تفوت عليها بلديه الشرفه، بلديه العلمه، بلديه الدنيا ظلمه من كل بلاصه، ما كان لا بلاكه تعبر على الدخول ولا الخروج، ما كاين لا ستوب لا والو. الدنيا راهي موخوده هنا، لي كاميون ما نهدرلكش، الحفر ما نهدرلكش. أيلي محمد رئيس بلدية البوني. بالنسبة للمحور دوران المؤدي إلى قطاع جارديس، هو حقيقة يقع في اختصاص وإقليم بلدية البوني، وهو عبارة عن محور دوران تابع لمديرية الأشغال العمومية. أنا كرئيس بلدية وكمسؤول أول على البلدية هذه وكمواطن ايضا، راح نرفع الانشغال تاع المواطنين، وهو حقيقه راهو عباره عن نقطه سوداء سواء في الليل ولا في النهار. وحنا متيقنين انه السيد الوالي وعلى راس هذه الولايه وكذلك مدير الاشغال العموميه، نقول لهم هذا الانشغال وحنا متيقنين باللي راح ياخذوه بعين الاعتبار وفي القريب العاجل ان شاء الله. وبهذا نصل واياكم الى ختام نشرتنا، الى اللقاء.